أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن فقه الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخيرين. معكم أخوكم أبو حسين من قناة دك الشيعة، وأدي حلقة جديدة اخترت لكم من الشيخ فراج الصهيب يفضح فيه مراجع ودين الشيعة فضح. والله العظيم الشيعة لا يحقوا ولا يعترفوا بالحق ويروحوا لعند قبر الحسين، هذا الحق عندهم. يعني أنك تروح تزور قبر الحسين أحسن لك من أنك تروح يعني تعمر ولا تحق لك بيت الله، رغم أنه الحق من أركان الإسلام. يعني سبحان الله، طبعا ما صدقوا تدخلوا على الإنترنت وشوفوا ليش مراجع ولا آيات الله حقهم هذون الشيعة ما حقوش، ليش عمرهم ولا واحد من آيات الله ولا المعممين ولا المراجع حقهم ما حقوش. والله العظيم لازم تدخلوا تبحثوا على هذا الشيء. وما طوش عليكم، تعالوا مع بعض نشوف هذه الحلقة الغريبة العجيبة اللي دوخت بي مع الشيخ فراج الصهيب عشان نستفيد. ولا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب وكل هذه الأشياء عشان نستمر ندك الشيعة ونفضحهم. ولو أنت مش مشترك اشترك عشان تعرف خفايا وخزعبلات وفسق وشرك وكفر دون الشيعة. ويلا بسم الله على بركة الله نبدأ. بسم الله. إن زيارة الحسين فرض وعهد لازم على كل مؤمن ومؤمنة، وهي واجبة حتى مع الخوف. الصلاة تسقط مع الخوف، الحج يسقط مع الخوف، لكن زيارة سيد الشهداء لا تسقط مع الخوف. الحج إلى قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. ومتى يتأكد؟ في يوم عرفة. أن الله ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله الحرام. قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. واضح والله، مجوس. أحبتي في الله، هذا الدين الاثنى عشري تبين لنا أن غاية واضعي ومن زوروا هذا الدين وخلقوا له مقدسات لا يعرفها أهل الإسلام بل لا يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام، تبين لنا أن غايتهم من هذا الدس والافتراء والكذب على الله ورسوله هو تبديل المقدسات. فقد جعلوا في كتبهم طقوسا تضاهي تشابه مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. لن أطيل، سندخل في الموضوع مباشرة، وبعدها قارن أيها المسلم وقل لي هل فعلا كلامي حينما قلت أنهم يريدون تغيير مقدسات المسلمين ووضع عبادات جديدة وفرائض جديدة لصرف الناس عن الحج وعن مقدسات المسلمين ولتوهينها في قلوب المسلمين؟ اليوم راح تشوفون صوت وصورة، ومن كتبهم أنهم من الميقات، بل من الفريضة نفسها الحكم الشرعي، ثم من الميقات المكاني للحج إلى الوداع طواف الوداع في الحج يوجد عند الإمامية نفس التفاصيل في الحج إلى القبور. نبدأ على بركة الله. أولا جعلوا للكوفة حرما ولقم حرما، يعني مناطق مثل الحرم المكي والمدني، عشان بس يفهم الأخ المشاهد إيش معنى كلمة حرم. هذا الحرم المكي، هذه منطقة وحدود الحرم المكي، بس عشان يفهمونها إخواني، هذه حدود الحرم المكي، هذا البيت الحرام المسجد الحرام، وهذه مكة، وهنا الحدود كما ترون يا أخواني، مزدلفة تدخل داخل الحرم، ومسجد نمرة مقدمته تكون فيه، وعرفات خارج الحرم، وترون هنا الحدود. هذه المنطقة يحرم فيها الصيد وعض الشجر يعني قطعه وغيرها والقتال وغيرها من الأمور التي حرمها الله عز وجل. هم راحوا وحطوا حرم أيضا لقم وللكوفة. من وين ومتى؟ إذن مناطق محرمة مقدسة، بل كربلاء أشد حرمة من الكعبة. شوف يا أخواني، عباس القمي في مفاتيح الجنان صفحة 562 إيش يقول، وهو يتحدث عن أن الحج إلى قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. ليست المسألة أن الله يجعل لك مثل الأجر اللي يجعل لك الحج مثلا، يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل أو كحجة معي، ما حد قال العمرة تصير أفضل من الحج، لكن
المقصود فيها الأجر، المكوث في المسجد إلى شروق الشمس ثم صلاة ركعتين له أجر حجة وعمرة تامة 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 إلى آخر. لا، هذه أجور، بس أجور الله يضاعفها. أما الفضل فلا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، وأن الحجة إلى بيت الله الحرام أفضل من العمرة أو أفضل من بقية الأعمال. الفرائض الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، أفضل مما سواها، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. شوف يا أخواني، مفاتيح النيران، هذا مفاتيح الجنان 1506، المقصود في فضل زيارته. اعلم أن فضل زيارة الحسين عليه السلام مما لا يبلغه البيان، وفي روايات كثيرة، عشان بس ما حد يجيني يقول ما علينا من عباس القمي ما يمثلنا على الطريقة الشيعية في المراوغة، وفي روايات كثيرة أنها تعدل الحجة والعمرة والجهاد، بل هي أفضل بدرجات. ما قال لك أجر حجة وعمرة، ما قال لك بألف حجة بألف عمرة، لا لا لا، قال أفضل من الحج ومن العمرة ومن الجهاد بدرجات، وهذا وارد في روايات كثيرة. إذا المسألة تفضيل العبادة، مو أن الله يضاعف الأجور. هناك فرق كبير بين هذا وهذا، فلينتبه إليه. ليستغرب أن الزيارة وهو عمل مستحب يفوق العبادة، العبادات كالحج مثلا وما أشبه الحج والعمرة. إذن الحج إلى قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام كما ترى. والغرض إيش؟ ومتى يتأكد؟ في يوم عرفة. قال: من أتى الحسين في يوم عرفة آنفا بحقه كتب الله له ألف ألف حج مقبول. ولذا جاء في الكافي أنهم يقولون أن الله ينظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة قبل أن ينظر إلى أهل الموقف، يعني في عرفات. قيل: ولما؟ قال: إن في أولئك، يعني الحجاج إلى بيت الله الحرام اللي في عرفات، إن في أولئك أولاد زنا، وليس في هؤلاء أولاد زنا. أن الله ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله الحرام. قال: لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. واضحة والله، مجوس يريدون تصغير بيت الله الحرام والحج إليه، وخلق حج آخر أفضل من الحج إلى بيت الله، بل هو أفضل درجة ومرتبة منه في العبادة كما ترى. طيب يجيني واحد من الشيعة يقول: طيب أنت تقول حج 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 حج، منو قال لك حنا نقول حج؟ نحن لا نسمي هذا حجا، أنت تفتري على الشيعة. طيب عليهم، خلني أوريك من اللي يسمي حج، مو أنا اللي يسمي حج. هذه مفاتيح النيران، العباس القمي، أنا أقول مفاتيح النيران، وهو مفاتيح يسمونه مفاتيح الجنان، صفحة 511 في الحديث السادس كما ترى، عن الثقة الجليل محمد بن مسلم عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: قلت له: إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حج؟ قال: بلى. قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاج؟ قال: يلزمك وا 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 وا. يلزمك أشياء، ومن ضمنها الأشياء اللي في الحج، ها؟ ترك الجدال. قال: فإذا فعلت ذلك تم حجك وعمرتك، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك إلى آخره. المقصود يا أحبة أن الذهاب إلى قبر الحسين يسمونه إيش؟ يسمونه حج. هذه الخطوة الأولى، تفضيل على بيت الله الحرام ويسمونه حج. وخلونا نشوف أول هذا شو يقول عن أن كربلاء حرم. كربلاء كلها حائر، الحائر الحسيني في كتاب كامل الزيارات في الكتب الأربعة، الإمام الصادق يقول: الحائر الحسيني كربلاء حرم الله وحرم رسوله، هو حائر الإمام الحسين خمسة فراسخ على أربعة جنان، يعني الطويريج داخلة في كربلاء، المسيب داخل في كربلاء، وهذا صحيح. مثل ما قلت لكم، الحدود اللي شفتوها الحرم المكي عندهم حدود على كربلاء من القبر، وعشرين كيلو تقريبا من حدود القبر، عشرين كيلو خمس فراسخ، الفرسخ تقريبا أربعة كيلو، عشرين كيلو حرم كربلاء دوران على هذا، كل منطقة يسمونها الحرم الكربلائي. لا الله ذكرها، ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرها، ولا علي اللي سكن العراق في خلافته يعرفها. قاتل الله المجوس، باسم أهل البيت وضعوا مقدسات، وضعوا أراضي مقدسة، ووضعوا حرما أو أراضي محرمة، مو أرض واحدة، ومن وين لهم؟ لا شيء. والشيعي باسم أهل البيت مستعد أن يدخل بدين أبو جهل، ما عنده مشكلة، بس قول له أهل البيت يمشي وراك. هذا ما استغله المجوس فزوروا الدين
وكذبوا على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أخذوا واحد ثاني معمم آخر وهو يتحدث إخواني عن أن الحج إلى بيت الله الحرام يسقط بالخوف، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن الحج إلى قبر الحسين لا يسقط بالخوف، يجب عليك حتى مع الخوف. شوفوا يا أخواني معي حتى تعرفون سر الغلو عند هؤلاء، من وين صنع لهم دين يا أخواني مختلف عن دين المسلمين، وهي واجبة حتى مع الخوف. الصلاة تسقط مع الخوف، الحج يسقط مع الخوف، لكن زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا تسقط مع الخوف. واضح. وعشان ما يجيني شيعي يقول لا احنا ما نقول زيارة الحسين واجبة، بس عشان أسكر الأبواب هذه يا أخواني على الجدال، شوفوا واحد طبعا راح أقرأ لكم من كتبهم رواياتهم، بس خلوني أوريكم إياها من كلام المعممين أنفسهم لأنهم مقدسين عند هؤلاء. واجبة على الرجال والنساء يقول لك، اسمع. أيام الطاقة وأيام شحن الهمم هاي، أيام التزود، اسمع شي يقول الماقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن زيارة الحسين فرض وعهد لازم على كل مؤمن ومؤمنة. السؤال من وين جابها؟ من تحت عمامته؟ لا، المجوس وضعوا له تراث. كامل الزيارات يبين لكم من وضع ذلك، من قال لهم أنها فرض. فرض يعني فريضة، فريضة مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الصوم، مثل الزكاة، فريضة. شوف الغمي ماذا يقول: إن زيارة الحسين عليه السلام فرض وعهد لازم له ولجميع الأئمة عليهم السلام على كل مؤمن ومؤمنة. الرواية: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة. الرواية عن الرضا: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت نعم. فقال لي: زوريه، فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره، لازم يدخلون الحج في الموضوع. وهذه مما يكشف أنها أمور موضوعة ملفقة، دائما يقارنون بالحج للصرف عن الحج. لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزور الحسين بن علي عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم. يعني ولله على الناس حج البيت صارت عندهم أيضا، ولله على الناس زيارة قبر الحسين. يجيك الشيعي كالعادة مو مستوعب الموضوع، مو مستوعب أن هذه بدع وضلالات، ويظن أن هذا الطرح يقصد منه عدم زيارة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أولا نقول القبر اللي في كربلاء هذا الموجود الآن هذا مزور لا يثبت. ثانيا زيارة القبور سنة. ثالثا لو أن القبر اللي في كربلاء لعمر بن الخطاب ولا لأبو بكر الصديق لغير من الصحابة الحكم واحد، ليس بفريضة وليست الأرض التي فيه مقدسة، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان حطوها فريضة أفضل من فريضة الحج، سموها حج. زيارة قبر الحسين المزعوم أنه له والحسين من هذا القبر براء، والحمد لله الذي توهم عن قبر الحسين حتى لا يؤذوه في قبره. هذا القبر يزعمون أنه قبر الحسين وقبر العباس ابن علي، حاطين سعي بين الصفا والمروة صار بين قبر الحسين وقبر العباس ذهابا ومجيئا. إذن أوجه الشبه في الطقوس كثيرة بين مناسك الحج وبين طقوس زيارة القبور، وقلنا أن فريضة واجبة لا تسقط حتى بالخوف عندهم، بينما الحج يسقط بالخوف. وقلنا أن الحرم حدود وعندهم أيضا حدود وميقات زماني، بعد توقيت زماني غير المكان. بس شوف أخي المسلم من وين جايبينها، من الكافي. ماذا يقول في الكافي الكليني المزور على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام 4572 باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه؟ قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فأت الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتى تدخل إلى القبر من الجانب الشرقي. واضحة ولا مو واضحة؟ يقول لك روح إلى نهر الفرات موازي لقبر الحسين على شط الفرات، اغتسل من هناك، هذا الميقات المكاني، وبعدين توجه إلى القبر. ميقات ولا مو ميقات؟ هذه من أوجه الشبه. واحد بيجيني شيعي يقول لا احنا ما نتخذ كربلاء حرما، انت تفتري علينا. طيب ولا يهمك،
هذا الكتاب المقدس من لا يحضره الفقيه. 2579 الرواية رقم 3167. وقال عليه السلام حريمه يعني حرمه قبر الحسين عليه السلام 5 فراسخ من 4 جوانب القبر. 5 فراسخ، تدري كم 5 فراسخ؟ يعني 20 كيلومتر. 20 كيلومتر من قبر الحسين، احسب 20 يمين وشرقا وغربا وجنوبا وشمال. هذه أرض مقدسة وحرم، وأفضل من بيت الله الحرام. أرض كربلاء أفضل من الكعبة. أرض كربلاء مقدسة ولها شرف أكثر من مكة المكرمة. بل بيت الله الحرام بالقياس إلى هذا الحرم مثل القطرة إلى البحر. قال إن أرض الكعبة، قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، ويأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها أن كفي وقري، فوعزتي وجلالي ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت به أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة في غمس قد نعم إلا بمنزلة الإبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر. يعني أقل من النقطة، الغمس لأنه تجي أقل من النقطة. أنت تقرأ في زيارة الحسين هاي العبارة: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، وطهرت أرض أنت بها. هذا البلد الطاهر أطهر من مكة، أطهر من المدينة، أطهر من أي بقعة في العالم. إذا الرجل طاهر، شعلاقة الأرض تصير مقدسة. دفن رجل من الأنبياء في أرض، هل تكون هذه الأرض مقدسة؟ هذا دليل. وبعدين هذا الفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما فهمه. أنت جاي فاهمة؟ وين قال الرسول كربلاء مقدسة بما أنه علم أنه سيقتل فيها الحسين؟ وين قال للناس تراها أرض مقدسة وتراها أرض مباركة وترى ترابها شفاء وترى وترى من الخرابيط اللي عندكم؟ وين قال النبي هذا؟ بالأقيسة تجيبون تلفون الدرون، والله الشخص مقدس إذا الأرض مقدسة. طيب الله يقول في القرآن: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأمم في الكرة الأرضية قد بعث لها أنبياء من أنفسها. الحين قبور هؤلاء الأنبياء اللي بعثوا في كل أمة في الكرة الأرضية موجودة في نواحي الأرض، خلاص تصير كل الكرة الأرضية مقدسة. يلا تصير الهند وهي أمة من الأمم بما أن بعث فيها أنبياء، تصير أرض مقدسة، تصير السند، تصير الصين، تصير أوروبا، تصير الأرض يمينا وشمالا، تصير أراضي مقدسة. من يقول هالكلام؟ والله أعجزكم الدليل، فصرتم تراوغون كالثعالب. مجوس ورب الكعبة أرادوا خلق مقدسات، اختراع مقدسات تضاهي مقدسات المسلمين. اصحى يا شيعي، اصحى شوف تراثك من وضعه، انتبه إلى الدين الذي أنت عليه، لا يضحكون عليك باسم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. وزي ما شفت أخواني أخواتي، والله العظيم هذون الشيعة عبارة عن ناس كفار، حتى الحق زوروه. يعني تسمع الكلام اللي يقولوا على بيت الله الحرام، يقولوا على مكيش، والله العظيم انتم كفار. وزي مسيلمة الدجال، دجالين. قال لك الناس اللي حقوا بمكة عبارة عن عيال زنا، معروفين منهم عيال الزنا، عيال المتعة اللي امه واخته وكلهم يتمتعون مع بعض. عشان كذا اخواني واخواتي خلي لكم التعليق: حسبي الله ونعم الوكيل، ما اقدرش اقول اكثر من كذا. ولا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، كل هذه الاشياء عشان نستمر ندق الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخيرين. معكم أخوكم أبو حسين من قناة دك الشيعة. هذه حلقة جديدة، اخترت لكم الشيخ رامي عيسى، واعد شيعي تعبان ما يعرف يقرأ القرآن. والله العظيم أنا مستغرب كيف هذول المسلمين ومعممين يا شيعة، عقل خلوا معمميكم يعني ناس يعرفوا يقرؤوا القرآن، ناس يعني متدينين، عشان يفضحوكم كذا قدام الناس. لا يعرفوا يقابوا، لا يعرفوا يقرؤوا القرآن، يعرفوا يسبوا ويلطموا ويطينوا بس. والله العظيم تعالوا مع بعض نشوف هذا الشيء الأهبل. ولا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. لو انت مش مشترك اشترك عشان نستمر ندك الشيعة مع بعض ونفضحهم كذا. ما دامتم مشتركين وتدعمونا بنفضل نفضح الشيعة ليل ونهار، ماش حاجة ورانا إلا نفضحكم انتم عشان الناس يعرفوا انكم مش مسلمين. وما طوش عليكم، تعالوا مع بعض نشوف الحلقة. وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله.
يا الله. ألو. سلام عليكم. حياك الله سماحة الشيخ خالد. الله يعزك. منو يا يعني؟ بشرونا عنكم سماحة الشيخ خالد، حياكم الله. اللهم صل على محمد. أنا سعيد إني بتكلم مع حضرتك، أنا من مصر موالي وصديق معكم على الصفحة. الله يعزك عزيزي، عزيزي الآن الساعة 12 بعد ما انتصر. أي والله إحنا كنا لقيتك أونلاين وفتح، أحببت أسلم عليك. الله يعزك، أهلاً وسهلاً ومرحباً. أنا بعتذر لك يا شيخ، بس كان عندي سؤال، ليه عندنا آلاف الرواديد ولا يوجد قراء للقرآن؟ وأين كتب القراءات عندنا وكتب التجويد؟ شنو سؤال؟ سؤال أين كتب التجويد عند أهل البيت وكتب القراءات؟ إحنا عندنا رواديد كثيرة ولا يوجد عندنا قراء للقرآن. مشتبه. لا مش مشتبه والله. كورونا؟ لا الحمد لله، كان عندي زمان من سنتين كده وخفت. أنا بس عايز أعرف فين كتب التجويد. قول لي كتب التجويد اللي عندنا. حبيبي حبيبي حبيبي. أنا أسألك سؤال. تتدلل. الله يعزك. هل هذا وقت إنسان عاقل يتصل بي عشان يسأل على مسائل التجويد؟ إذا لا والله إنسان عاقل، لقيتك أونلاين فاتح سهران والبث مليء بالمئات الآن سهرانين، فقلت أسلم عليك وأسألك السؤال دوت. لو أنت مش فاتح ما كنتش اتصلت عليك، أنت أونلاين ما بتصلش على هاتفك، بتصل عليك على الفيسبوك وأنت أونلاين. ما عندكمش كتب تجويد ولا كتب قراءات، مش ممكن نقول يا رب إن الشيعة قد اتخذوا القرآن مهجورة؟ يا عزيزي شوي ريب على نفسك، شوي ارتاح. طيب يا شيخ، ليه يا شيخ ما بتهتموش بدراسة القرآن؟ لماذا لا تحفظوا لأبنائكم؟ يعني لولا أن الله سخر أهل السنة لحفظ القرآن كان زمانكم ضيعتوه، قلتوا محرف، ما بتعرفوش تقرأوا، حتى ما بتشغلوا القرآن بتجيبوا الشيخ عبد الباسط، حتى في إيران بتجيبوا قراء من الأزهر. عزيزي حياك الله يا شيخ. أنت متصل علي ب 12 يا شيخ خالد، بالله عليك لماذا لم تهتموا بالقرآن كاهتمامكم بكتب أدعية الأدعية اللي عندكم؟ بقالنا 3 دقايق مش عارف تجيب لي دليل يا شيخ خالد. آلاف الرواديد، اذكر لي دلوقتي 5 قراء عندكم، تفضل. طيب خليني أجاوب، اسمح لي أن أجاوب. على راسي بس بالله بدون مظلوميات، أنت بتتصل في الوقت هذا ويوي، تفضل. أريد لا، أولاً تصرفك مو تصرف إنسان عاقل. إن شاء الله خلاص هبقى أروح أكشف أشوف أنا عاقل ولا لا. أجب بقى، لماذا لا تهتمون بالقرآن؟ روح شوف مسابقات التلاوة والتجويد في العتبات الحسينية. جميل جداً، هنعملها أنا وإنت الآن. اقرأ لنا شيء يا سماحة الشيخ من القرآن، علشان خامنئي بيقول إن القرآن لا يدرس في الحوزة. اقرأ لنا الآن أي شيء من سورة الأنفال، من سورة الحج. عزيزي الساعة ب12 وربع بعد ما انتصر. 12 وربع تقرأ قرآن عادي؟ أنا نسيت. أنتوا عندكم تقرأوا القرآن في كل مكان، حتى في الحمام، في الحمام والله عندكم يجوز قراءة القرآن في الحمام. فقول لي بقى يا شيخ، اقرأ لنا بقى بالله عليك، اقرأ لنا شيء من القرآن، مش أنت دارس القرآن، تفضل. يا عزيزي أقسم عليك بمن تعبد. خوش الله الله في الله الله في أمة محمد. أي والله ضيعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله حفظها. ألفتم كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. نعمة الله الجزائري بيقول بالقول بتواتر تحريف القرآن. محمد بكر مجلسي بيعتقد بتحريف القرآن بوجود أكثر من 2000 رواية. اسمه إيه دوت؟ محمد بن يعقوب الكليني بيعتقد بوجود الزيادة والنقيصة في القرآن. يا مسلم. الله الله في أمة محمد يا شيخ. كفرتم الصحابة وطعنتم في القرآن وثبتتم زوجات النبي وكفرتم المسلمين. الله الله في أمة محمد يا شيخ خالد. حبيبي انت ما مخابر تريد تسأل، انت مخابر تريد تشكل. شيخ خالد، ابوك ليه سمك خالد مع ان خالد هو الذي قتل الزهراء ونغزها بسيفه في بطنها والامام كان خايف وقاعد جوه؟ عزيزي ان كان انت او غيرك او هذه اللي اتصلوا علي من قبل ويردون يسجلون ويردون يوقعون الناس في الاشكالات وهذه، ما لنا داعي لهذا. طيب يا شيخ بالله عليك، قول لي ليه خميني بيقول ان القرآن لا يدرس في الحوزة وبيدرس الفلسفة والمنطق؟ ليه يا شيخ؟ عزيزي ده خليني احكي، خليني اتكلم. بالله طب لا دام عايز تحكي وتتكلم اقرأ لنا قرآن، عايزين نشوف قراءتك للقرآن وتجويدك للقرآن، وانت شيخ كبير عند الإمامية الاثني عشرية، اقرأ لنا شيء من القرآن لا دام عايز تحكي. طيب خليني اتكلم. فضل. تريدني اتكلم ولا تريد تشكي؟ تفضل، اسعد بيك. طيب اذا تريد حبيبي تريد تتعلم تعال اسأل، أما هذا الأسلوب مو أسلوب سؤال. خلاص إن شاء الله هبأسأل. أنا بسألك يا شيخ، ممكن تقرأ لي آية من القرآن الكريم؟ تريد بس اسمح لي خلينا وقت أطرح الأسئلة اللي عندك، دز لي إياها وأنا بخدمتك أبحث بيها وأجيب لك المصادر وأكون في خدمتك. يعني أنا لازم أجيب لك الأسئلة وأنت تحضر وبعدين ترد عليه؟ طب يا شيخ خالد، هل أنت مسلم أم كافر؟ لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجيب لك الدليل يا شيخ أجيب لك الدليل يا شيخ خالد. شنو من سؤال هذا؟ ما جاء في سورة التحالف إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام. ألم تعبد الأصنام؟ يا الله يا الله مولانا، أنا رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب يا شيخ بس يا شيخ انتوا عندكم ما جاء في سورة التحالف إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام، ألم تعبدوا آل البيت؟ لا نستجير بالله، نستجير بالله. إمال هذه نزلت في من؟ إمال نزلت في من؟ لا إله إلا الله. نزلت في من؟ شنو نزلت في من؟ اللي قرأت عليك نزلت في من؟ شنو هي؟ هذه الآية نزلت في من؟ أي آية؟ أي آية؟ إن الذين كفروا سيدخلون جهنم. والله ما أدري، لابد أن أراجع، ولكنه ظاهر الآية إن الذين كفروا. إن الذين كفروا سيدخلون جهنم لأنهم يعبدون الأصنام في سورة التحالف. يعبدون الأصنام منك هذه جايبها أنت على راي. شو تريد هسه؟ هسه النتيجة شنو؟ النتيجة المحصلة شنو هي حبيبي؟ إن أنتم يا شيخ هذه ليست سورة في القرآن يا شيخ، وهذه ليست آية يا شيخ خالد. يا شيخ خالد أما تقوليش بالله عليكم أنكم تتعلمون القرآن، عشان كده قلت لك أنا عايزك تقرأ القرآن يا شيخ خالد. هو في سورة اسمها التحالف؟ التحالف ده ما أمريكا عملتوه مع بعض علشان الشيعة هم اللي يمسكوا العراق ويطلعوا أهل السنة والجماعة يا شيخ خالد. أنا عايزك بس يا شيخ خالد بالله عليك اقرأ لنا شيء من القرآن. أنتم لا تعلمون شيء من القرآن. أنا لا أقول عليك كافر يا شيخ خالد، أنا بس كنت عايز بعمل لك فخ كده عشان أبين لك أنكم لا تتمسكون بالقرآن. أنا أتمنى لك النجاح، اتمنى لك الخير يا شيخ خالد. يا الله يا سبحان الله، اقول لك انت دمك فاير وصاير عصب. ايوه والله يا شيخ خالد بقى خايف على الشيعة يخشوا يكونوا على هذه العقيده. ليه خايف عليهم؟ فدمي بيفور، نفسي ان الله سبحانه وتعالى يوقظهم من سباتهم هذا ويعودوا الى كتاب الله. يا شيخ خالد سنه ما صار لنا شيء، لا تخاف على الشيعة حبيبي، لا تخاف على الشيعة. ما انا خايف يا شيخ، ساعات بيلطموا بيطبروا بالسيوف على دماغهم، خايف واحد يطبر جامد كده ولا حاجة ينزل السيف على نفوخه يقسمه. محتاجين السيوف. احنا ما محتاجين هذا الاموشن منك الزايد عزيزي. زايد شوية معلش، هقلله يا شيخ خالد. طب انت بقى ممكن يا شيخ خالد تسألني اي سؤال؟ ما راح اشرح لك شيء، لان انت انسان لو صدق تريد تتعلم خلينا نتصل فيه. يا شيخ بالله عليك، وانا لو هتعلم من معمم؟ انا بقول لك اسالني انت فيما تريد، سالني عن اي شيء وانا اقول لك. انا رامي عيسى اقول لك سالوني قبل ان تفقدوني. شرف ليك ولاهلك ولاقاربك ولمن ذويك انه تتعلم من معمم. فمين تجيب العلم؟ راح من امواتك. بالله عليك اروح لمعمم؟ بالله عليك بتاع خمس وفوت اتعلم يا شيخ؟ احنا دافنين سوا يا شيخ خالد بقى، هروح لمعمم اتعلم من انا؟ وانا بقى لو انا عياذا بالله يعني دماغي اتهبلت كده وعايز متعه ولا عايز شويه فلوس ولا حاجه، اروح اتعلم من معمم ازاي بيسرك الخمس والمتعه مش عارف ده. انا بقول لك سالني عن اي شيء. ان يهدينا ويهديك الى صراطه المستقيم. امين يا رب، اسال ان يهديك يا شيخ خالد. سالني عن اي شيء، سالوني قبل ان تفقدوني. حبيبي انت وين وتقول هذا الكلام؟ وين يعني انت بخابرني تريد تغثني بنص الليل ليش يا شيخ؟ انت صاحي بالله ما تعمل مظلومية انك نايم، انت اونلاين وفتح الفيس اهوت اونلاين. فانا لا استطيع الاتصال الا اللي فاتحين الفيس وانت سهران والناس سهرانة والجو حر والدنيا جميلة يا شيخ خالد. فاجبني بقى بالله عليك، انت سألني عن اي شيء، سألني عن اي مسألة تريد ان تعرف. واحد يخابر واحد ب 12 ونص بالليل يا الله، هنزل طول الليل مظلوميات 9 دقايق ما قرأش آية واحدة وما تكلمناش إلا في التحالف، والتحالف دي مش في القرآن يا شيعي اوعى تصدق. أنا بسألك أنت سألني عن أي شيء يا عم، سألني عن أي شيء. أقول لك حبيبي عزيزي، أنت ليش تتصل في هذا الوقت؟ أخي الفاضل أنا بالنسبة لي مالي خلقك خوش، فأنا راح أقول لك الله يوفقك ويهديك. امين يا رب ويهديك يا شيخ خالد، اسال الله بكرمه ومنه وجوده ان يهديك وتترك دين الاباء وتتمسك بالقران الحقيقي يا شيخ خالد. لكم اذا انتم صدق تخافون الله، الله الله في امه محمد. اي والله نخاف من الله ولا نخاف من امام هارب، نخاف من الله ولا نخاف من جثث وهياكل عظميه بتعبد في القبور كقبر القليني وقبر القم وقبر الطوس اللي بتروحوا تستجيروا وتطلبوا منهم الحاجات. بنخاف من الله ولا نخاف من الضريح المنسوب للحسين، نخاف من الله ولا نخاف من الضريح المنسوب لعلي في النجف، نحن نخاف من الله تبارك وتعالى فقط. احسنت، اذا كنت تخاف من الله
فلازم تجي للناس بطريقه مو هذه اللي انت جاي. ان شاء الله باذن الله انا بعتذر لك يا شيخ خالد وابقى اجي لك من طريقه تانية. انا لو دخلت باسم رامي عيسى لن يرد علي احد، وانا من ساعه ما رنيت انت فتحت يعني انت كنت مستيقظ. خلاص بقى احنا بقى لنا 12 دقيقه على عدد الائمه الاثني عشر بنتكلم في موضوع انت دخلت من هنا ومش دخلت من هنا وطلعت من هنا ودخلت لي من هنا. يا شيخ خالد اين اجد في القران الكريم تنصيب الائمه الاثني عشر؟ مش هخليك تقرا القران. فين في القران تنصيب الائمه؟ What you're saying, and I'm done with your BS. I honestly have no opinion and no mood for you or your twat type. Okay? يلا عزيزي تصبح. تعالى تعالى انت بتكلم انجليزي. تعالى انجليزي ده يا مرسل. انجليزي اللي انت قلته الاول ده. انت بتكلم انجليزي يا شيخ خالد. لا هذا انا بتكلم. انت تتكلم انجليزي؟ ايوه والله ما بتكلمش انجليزي، بتكلم بلغه القران عربي. وانتوا علموكم في ايران اما تيجي تتكلموا مع حد بيقرا من القران الكريم كلموه انجليزي. انجليزي تفتهم؟ طلعت لا بالعربي ولا الانجليزي. يلا عزيز يلا ما تعصبش يا خالد. ايه يا خالد عصبت ليه؟ خلي دمك حلو يا خالد. اتقوا الله في امه محمد، اتقوا الله في امه محمد يا خالد. اما بتكلمش انجليزي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم انجليزي. فانا بسالك هو ممكن تقرا لي شيء من القران الكريم يا خالد؟ افا هرب هرب خالد والله هرب المعمم خالد. وقبل ما يهرب يكلمني انجليزي. بيتكلم انجليزي وجاي على الجرح بقى جاي بيتكلم عشان عارف ان انا في الانجليزي كجدتي مع الايباد. يعني جدتي لو كانت عايشه الله يرحمها ميته بقى اكتر من 60 سنه والله. المعمم خالد وقبل ما يهرب يكلمني انجليزي. بيتكلم انجليزي وجاي على الجرح بقى جاي بيتكلم عشان عارف ان انا في الانجليزي كجدتي مع الايباد. يعني جدتي لو كانت عايشه الله يرحمها ميتة بقى اكتر من 60 سنة والله. لو كانت عايشة الله يرحمها وشافت الايباد ده هتقول عنه ايش يعني. فجاي يكلمني انجليزي. لكن دلوقتي انا اتحدث. شفتم دين المعممين؟ سورة التحالف يكل منها كلام اصلا لا يمت للقرآن بسيرة. يكل ان الذين كفروا سيدخلنا جهنم لانهم يعبدون الاصنام لا يعلمون شيء في كتاب الله تبارك وتعالى. وكله سبغة بالتقية. يا معلى انتم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذعه اذله الله. يا معلى ان التقية ديني ودين ابائي ولا دين لمن لا تقي له. فعشان كده قاعد يتكلم معايا بالتقية. والتقية ما بتاكلش معايا يا خالد. وينفع تدخل في هذا الوقت؟ ما انت اونلاين وفاتح يا حبيبي. هو انت لو مش اونلاين هخش لك ازاي؟ بس حلوه معصب وتكلم انجليزي علشان يبين لكم ضعف وهشاشه معتقد المعممين. اللهم اهد الشيعة وخذ بايديهم الى نور التوحيد. انا بعد كده اجيب مترجم معايا في الاستديو. وزي ما شفتم اخواني واخواتي الشيخ يعني حشره وخلاه يبكي. ليش انت تصل الساعه هذا وقت كلام ولا رضا يقرير؟ يعني هاي واحده في القران. هذا ضعف دينهم. هذون الشيعة لا يعرفوا يقروا القران ويتهربوا من القران. وزي ما قال الشيخ عندهم نطامه زحافه وعندهم رواديد وماش عندهم عن حفاظ قران ولا هم يحزنون. يعني اخر السنوات بدعوا لنا نسوي مسابقات عشان حشرناهم في الزاويه. هو بالانجليزي يحسب نفسه انه مثقف. نحن حتى نتكلم انجليزي بس نفتخر نحن عرب. We don't care if you speak English. Our mother language is Arabic. We are proud about that shit. Anyway, عشان كده نحن فخورين نحن عرب. نتكلم اي لغات. انا اتكلم 5 لغات وافتخر انها عربي. اتكلم لغتي قحبوم. اتكلم اللهجة العدنية ما يهمناش. اتكلم عربي انا. هذا هو الخلاصة. والشيعة يتهربوا من القرآن. وهذا إنسان منافق مش عارف حتى إيش القرآن زي ما شفتوا. يلا وما أسيب لكم التعليق وإن شاء الله لا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب كل هذه الأشياء عشان نستمر ندك الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخيرين. معكم أخوكم أبو حسين من قناة دك الشيعة، وهذه حلقة جديدة للشيخ وليد إسماعيل. واحد شيعي خلاص جنن. يعني الشيعي هذا خلاص ما عاد عارفش كيف يجاوب. يعني يمين دخل يسار، يسار دخل اليمين، فوق تحت، تحت فوق، خلاص تخربط. الشيعة والله مش عارفين ايش اللي هم يقولوا. عشان كده ما طوش عليكم، تعالوا مع بعض نشوف الشيعي هذا كيف تورط مع الشيخ وليد اسماعيل. ولا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب وكل هذه الاشياء. لو انت مش مشترك اشترك وادعمنا، وتعالوا مع بعض دائما نشوف مسرحيات الشيعة الهبل هذول نضحك عليهم. ويلا بسم الله على بركة الله نبدأ. بسم الله حبيبي أستاذ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل. سؤالك الآن عن الزواج أسماء
لا، هل ارتدت السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاه عندما قبلت بردة أبي بكر الصديق؟ زين، هو هل أبي بكر الصديق مرتد؟ والله أنت وبتقول عليه مش مرتد؟ لا، نحن نقول منافق، والمنافق يعامل معاملة المسلمين. يعني أنت حضرتك عرفت أنه هو منافق، لكن السيدة أسماء بنت عميس لم تعلم أنه منافق. علمت او لم تعلم؟ هذا وقت يوم السيدة. معلش انا بس انا معلش سؤالي واضح. انا حضرتك علمت، انت علمت بانه منافق والسيدة اسماء لم تعلم انه منافق. انا حسب الروايات اللي وصلتني انه ابو بكر منافق. انا بسالك سؤال، ما تقول لي حسب الروايات اللي وصلت لك. يعني الروايات وصلتك وما وصلتش الاسماء اللي كانت بتنام في حضن ابو بكر الصديق كل يوم؟ يعني انت وصل لك ان ابا بكر الصديق منافق والسيدة اسماء لم يصل لها انه منافق؟ زين تمام. طب وعلي بن ابي طالب لماذا لم يخبرها؟ معلش، علي بن ابي طالب لماذا لم يخبرها انه منافق؟ والنبي لماذا لم يخبرها انه منافق؟ انه منافق تمام. المنافق يعامل معاملة المسلم ام يعامل معاملة الكافر؟ المنافق عامل معاملة الكافر اذا اظهر النفاق. إذا كان النفاق مستتر على المسلمين فخلاص. نعم. فأبو بكر كان كفره ظاهر. أيوة ماشي. يعني هو دلوقتي ماشي، أمشي معك. يعني الآن ما أحد من المسلمين كان يعلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي بن أبي طالب كان يعلم بنفاق أبي بكر الصديق؟ كانوا يعلمون. نعم. إذا كانوا يعلموا، إذن يبقى نفاقه ظاهر. لا، نفاق ظاهر من العلن يا حبيبي انت يا عم. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش من العالم، وعلي بن ابي طالب مش من العالم؟ نعم من العالم. بس طيب، يبقى اذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر السيدة اسماء ويجعلها تنفصل عن ابي بكر الصديق، او علي بن ابي طالب يجعلها تنفصل على ابي بكر الصديق؟ اليس عندكم الساكت عن الحق شيطان اخرس؟ جميل، لكن الآن إذا عندي أنا مسلم، الآن مسلم، ما هو مسلم إيه من ظهر نفاقه؟ هو إزاي مسلم وإزاي ظهر نفاقه؟ نعم لا 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 ظهر نفاقه. خلنا أكمل أنا. كمل يا سيدي، كمل. نعم، الآن المسلم اللي إسلامه ظاهري وليس باطني، أي هو منافق، هل لنا الحق أن نعامله معاملة الذي إسلامه باطن، الذي إسلامه ظاهر؟ طيب، أولا أنت بتتكلم على الإسلام الظاهري وإخفاء النفاق. نعم. صح كده؟ نعم. طول ما هو مخفي النفاق ولم يظهر لنا نعامله على الإسلام الظاهري. صح. لكن إذا ظهر لنا نفاقه خلاص كافر. ظهر للعالم؟ إذا ظهر نفاقه للعالم، إذا ظهر نفاقه للعلن لكل الأمة فيعامل معاملة الكافر. وليه لكل الأمة؟ يكفي ظهور نفاقه للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفي نفاقه لعلي بن أبي طالب. طب خلاص، أنا خليني أمشي معك. معك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر نفاق أبي بكر الصديق ولا لا؟ للعلن؟ لا، ما ظهر. إزاي ما ظهر وهو اغتصب الخلافة يا إخوانا، وربط علي وجرك الجمل مغشوش وضرب فاطمة؟ تمام، خلها هاتي كامل. أولا أبو بكر تمت له البيعة. تمت له البيعة بإكراه ولا بدون إكراه؟ كانت هناك البعض تم مبايعته بإكراه، هناك. طيب خلاص، يبقى الناس كلها علمت أنه منافق. يبقى الناس كلها علمت بعد وفاة النبي أنه منافق، ولا ما كانش لسه حد عرف برضه؟ استاذ وليد، بس خليني احكي كلمتين بدون ما يا استاذ. انت اللي حضرتك محسسني ان انت هتوديني البحر وتجيبني عطشان، لو سمحت. الان عندما ابا بكر الصديق، ابي بكر الصديق عندكم انه امر بضرب فاطمه وامر باخذ الخلافه من علي بن ابي طالب، والقصه معروفه عندكم كلكم انه بايع اكراها والكلام ده كله، كل ده والسيده اسماء ما تعرفش؟ سيدة اسماء ما تعرفش؟ انا قاعد اقول لك يعني كل ده، كل اللي حصل ده تمام والسيدة اسماء ما تعرفش عنه حاجة؟
تمام. الآن إذا أكو شخص إسلامه ظاهر للعالم، الناس تراه بأنه يا عمي إسلامه ظاهر فين بقى؟ لما ضرب الست وحرق الباب وأسقط الجنين وجر علي بن أبي طالب كالجمل المخشوش واغتصب منه الخلافة، كل ده مش ظاهر؟ أنت ما قاعد تخلينا، أنت ما قاعد قاعد تسأل. طب احشي بعيد، احشي بعيد، احشي بعيد، الله يكرمك، احشي بعيد. شكرا لي. احشي بعيد. تفضل أستاذ حيدر. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. تسمح لي أجيب وتنطيني مجال بس تسكت شوي؟ انطيك إن شاء الله مجال. تفضل تفضل يا سيد المعمم، تفضل. أوكي، لا إن شاء الله مو معمم. إن شاء الله مو معمم. صح صح، ما أنتم تشرفوش تمامين. تفضل. أكيد أكيد، ما تفضل. ما تشرف العمامة إذا ما قيم دورها تمام. تفضل تفضل. أولا القرآن الكريم شرح لنا كل شيء، يعني زوجة فرعون هل كانت تعلم بفرعون كافر أم لم تعلم؟ زوجة فرعون كانت تعلم أنه كانت، اسمعني بس، أولا عندما تزوجت فرعون، عندما تزوجت فرعون لم، اسمعني بس، اسمعني لا تشرح، اسمعني أنا ما شعبت، أنت بتسألني عليها، هو أنا خرجت عنها، أنا خرجت عنها زوجة فرعون آمنت في عهد فرعون، آمنت في عهد فرعون. إذا كانت تعلم تمام فرعون كافر. خلاص ما فيش مشكلة. طب خلينا نكمل، خلينا نكمل والله، ليه خايف أكمل؟ خلينا نكمل. الآن السيدة آسيا تزوجت فرعون فتبين لها أن فرعون كافر، فما تستطيع الخروج من فرعون، ولكنها تعلم أن فرعون كافر، والآيات دللت على أن فرعون كافر، والآيات دللت على أنها تعلم أن فرعون كافر، فهل عندك أنت دليل على أن السيدة أسماء بنت عميس علمت أن أبا بكر الصديق كافر؟ نعم، كما علمت زوجة فرعون. اديني دليل. إحنا عرفنا أن زوجة فرعون علمت أن فرعون كافر من القرآن الكريم، اديني بقى انت دليل ان السيدة اسماء علمت ان ابا بكر الصديق كافر. تفضل. حشر. بوم. ان علمت وان لم تعلم. لا، انت قلت الان، انت قلت الان انها علمت. اشرح اخي، انت قلت الان انها علمت، من اين علمت انها علمت؟ اخي اذا اردت ان تهرب قول، وإذا أتركني أنا أتكلم. يا أستاذ حضرتك، أنت الآن أنت ورطت نفسك في ورطة مش هتعرف تخرج منها، هنمسك بقى، هتهرب مش هتهرب، هتعمل. يا أستاذ حضرتك، أنت الآن قلت أن أسماء ومسجل عليك، من هديك مجال؟ والله لديك مجال، والله لديك مجال. الآن أنت قلت أن السيدة أسماء بنت عميس علمت أن أبا بكر كافر، كما أن زوجة فرعون علمت أن فرعون كافر، أين دليلك على أن علمت أنه كافر؟ تفضل. القرآن دليلي. أن أسماء بنت عميس علمت أن أبا بكر كافر. استغفر الله العظيم، اسمح لي أتكلم، اسمح لي أجرأ. عزيني سامعك. تفضل. أوكي. لماذا الله ضرب لنا الأمثال بالقرآن؟ هل للأمم السابقة أم لأمة محمد؟ لأن هناك أحداث ستحدث. اسمح لي أخي، لأن هناك أحداث ستحدث، هل الله يعلم أم لم يعلم؟ هل هذا جوابك؟ هل ده جوابك؟ اسمع ما أنت مش هتعرف تهرب منه، والله ما هتعرف تهرب، والله ما هتعرف تهرب. الآن أنت قلت أن السيدة أسماء علمت، الآن أنت قلت أن السيدة أسماء علمت أن أبا بكر كافر. ما تتركني أشرح، أعرفك ما تتركني أشرح. تفضل. اتحداك. طب ايش اشرح؟ طب اشرح. اتفضل اشرح. اخي العزيز او متابعينك او كل العالم، القرآن انزل على محمد وضرب به الامثال لأمة محمد بما سيحدث وما سيكون، والله ضرب تلك الامثال لكي تتعظ الناس وستعرف منه التاريخ. اولا ضرب الله امرأة لوط وامرأة نوح، ثانيا ضرب المثل في امرأة فرعون، ثالثا رابعا كل الامثال مضروبة. فان كان الانسان منافقا ليس عندنا في الاسلام ان زوجته تحكم عليه او لم تحكم، خلاص ظاهره مسلم او ظاهره كافر، هي زوجته ان كان كافرا
فزوجته بقت، والمثل والدليل على ذلك امرأة فرعون كانت تعلم كافر وبقت، وإن كان منافقا فنفس الجواب، لا تأتي أنت وتأخذ رأيك علي وهذا كافر وذاك غير كافر، أنا مثال القرآن، فعندي القرآن أعلى منك ومن غيرك وأعلى من السني والشيعي. طيب أنا هقول لك حاجة، ولا تقول أي شيء، أعرف شو راح تقول. اسمعني بس، اسمعني بس. طيب أنا استنتجت من حضرتك إن الأمثلة في القرآن تطبق على أرض الواقع، صح؟ أكيد. وأنت خلاص يا سيدي، ما فيش مشكلة. حضرتك أنت من قوم لوط، وزوجتك زي زوجة نوح ولوط اللي خان فخانتهما، وأيضا مضروب مثال في القرآن يا راجل، مضروب مثال في القرآن. لذلك أنا من القرآن استنتجت أنك من قوم لوط، واستنتجت من القرآن الكريم أن زوجتك المبجلة الطاهرة مثل زوجة نوح. ما هو في القرآن برضو زوجة نوح الطاهرة؟ لا، أنا بقول زوجتك الطاهرة مبرأة، ولكن أنا بضرب مثال الآن، زوجتك زي زوجة نوح والمثال القرآن، وأنت من قوم لوط والمثال القرآن. امشي اهبل. اي كلام، مش بقول لكم يا اخواننا هنسمع مجانين النهارده؟ اتفضل يا حسين. وزي ما شفتوا اخواني اخواتي، والله الشيخ ضحكنا. العموم زي ما شفتوا اخواني اخواتي، كانوا الشيعة كذا يتضايعوا قدام الشيخ اسماعيل، والله العظيم يجيب لك امثال ويقول لك كيني ميني ويجمع زي ما هو يشتي، اي كلام حاجه يرقع يعني، خلاص يضرب دي على دي، خلاص هذا الدليل عندهم. نشتي حاجه تدخل العقل يا شيعه، انتم تتكلموا مع ناس عقال، نحن ب 2024 خلاص العالم كله مفتوح، اخرجوا من الحظيره والقوقعه والفقاعه اللي انتم عايشين فيها، تمام؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وما طولش عليكم، هذه كانت الحلقة، لا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، كل هذه الأشياء. لو أنت مش مشترك اشترك، إيش بتخسر؟ عشان نضحك على الشيعة وندقكم مع بعض. ويلا أشوفكم بكرة بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.